مصري فعلا، وكان في احتفالات في كل مكان، كان في احتفالات هنا في الشوارع، وكمان كان في احتفالات الحقيقة لكل المصريين على كل القهاوي، الكافي شوبس بفوز المنتخب، كان في احتفالات كمان في المدرجات. الجماهير المصرية كانت حاضرة امبارح في ملعب جابوما بالكاميرون، وكان في تشجيع وهتاف طول الماتش، وكانت الفرحة الأكبر طبعا لما الماتش خلص وقدرنا ان احنا نصعد لدور الثمانية. خلينا نشوف الاحتفالات دي ونرجع لحضراتكم على طول. احتفلت الجماهير المصرية في مدرجات ملعب جابوما بالكاميرون بعد الفوز المستحق للمنتخب المصري على كوتيفوار في مباراة حماسية قدم فيها الفراعنة أفضل أداء طوال المباراة التي استمرت لمدة 120 دقيقة وحسمت لصالح المنتخب المصري في الضربات الترجيحية. الفرحة عمت على جماهير الدول الإفريقية التي حضرت مباراة المنتخب الوطني وكوتيفوار، والتي انتهت بصعود منتخبنا لدور الثمانية من البطولة نفسها ليضرب موعداً مع المغرب الأحد المقبل. ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز رقم 11 في تاريخ مواجهاته مع نظيره الإيفواري في إجمالي المواجهات التي جمعت المنتخبين على مدار التاريخ، حيث تقابلا 22 مرة في جميع البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية. فازت مصر 10 مرات وتعادل في 6 لقاءات وخسر الفراعنة مثلها. جاء الفوز على كوتيفوار ليجدد آمال الفراعنة للتتويج باللقب الإفريقي، لتحصد مصر النجمة الإفريقية الثامنة في تاريخها بعد أن نجح أبناء الفراعنة في التتويج باللقب في 7 نسخ سابقة كان آخرها عام 2010.